ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. وفي رواية من مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب هذا الحديث يا شباب كما يقولون طبعا العلماء لما تكلموا في هذا الحديث قالوا عندنا أربعة حديث عليها مدار الإسلام. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني الأعمال والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد. تمام. وبعض العلماء خالف في ذلك وذكر أحاديث أخرى، ذكر أحاديث إيش أخرى. هذا الحديث الذي معنا حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما علاقة هذا الحديث بالحديث الذي قبله؟ يلا يا شباب، هيا يا شباب الإسلام، ما علاقة هذا الحديث بالحديث الذي قبله؟ يقول لك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد، وكل أمر ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ رد. لا هو انا اسال سؤال، ما علاقه هذا الحديث بما قبله من الاحاديث؟ علاقه هذا الحديث بما قبله من الاحاديث ان الاسلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك امر الدين في هذه الاحاديث، فاذا جاء الانسان وخالف هذا البيان من احدث في امرنا يعني من احدث في ديننا غير هذه الامور التي ذكرتها لك فهو عليه رد. يعني لا يأتي أحد ويبتدع ويقول لك إن العمل ليس بالإيمان، أو قال بني الإسلام على خمس، هذه أعمال ولا أقوال؟ أولاً أقوال وأعمال. فيأتي أحد ويقول لك إن الإيمان قول فقط أو تصديق فقط، إذن هو أحدث في ديننا ما ليس منه، لأنه بين لك أن الإسلام على ثلاث مراتب أو أن الدين على ثلاث مراتب، إسلام وإيمان وإحسان. فيأتي واحد ويقول لك الإسلام عبارة عن إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم كامل، فهو مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة كما يقول المرجئة. إذا هو ابتدع ولا ما ابتدع؟ ابتدع. واحد يأتي كالجبرية يقولون الإنسان مجبر على أعماله فلا بد أن يدخل الجنة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبره على فعل هذه الأعمال. يأتي القدرية ويقولون الله سبحانه وتعالى لم يقدر الأشياء قبل وقوعها، يعني لا يعلم بهذه الأشياء قبل وقوعها وإنما يعلم بها بعد وقوعها، هذا بدع أصلا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد بعد أن بيّن لك أصول دينك، فلا بد أن تتمسك بهذه الأصول حتى لا يأتي مبتدع ويضلك ويصرفك عن أصول دينك. ولذلك قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ ورد، مردود على صاحبه. يبقى أولا أنت لكي تعبد ربك لابد أن تعرف أصول دينك. أمر الثاني لابد من متابعة النبي في هذه الأعمال، يعني تنظر كيف كان يعبد الرسول ربه. لماذا الرسول بالذات؟ لأن الرسول هو الذي طبق عمليا. الله أخبرنا نظريا في القرآن، يعني الله بيّن لنا في القرآن والسنة بيّنت لنا، لكن من الذي فعل لك فعلا عمليا؟ يعني نحن لما جلسنا الآن نحن قرأنا في الحديث وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، لكن لما نطبق عمليا لابد أن تلتزم بالهيئة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال وأقيموا الصلاة، ثم أمرنا أن نصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا. لكن كيف كان يصلي الظهر؟ كيف كان صلاة الظهر؟ أنت لابد أن تعرف أولا أن عليك خمس صلوات في اليوم والليل، هذا هو الدين.
ثم بعد ذلك تعرف الكيفية التي كان يصلي عليها النبي، كيف كان يصلي الظهر، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، كيف كان يرفع يديه. إذن هذه هي الكيفية. والإنسان لن يتم عمله إلا بأمرين، لن يكون عمله صحيحا مقبولا إلا بأمرين: الإخلاص والمتابعة. هما ركن كل عبادة، الإخلاص والمتابعة. إذا كان الإنسان عنده إخلاص ولا يوجد عنده متابعة لا تقبل العبادة، وإذا كان عنده متابعة ولا يوجد عنده إخلاص إذا لا توجد لا تقبل الصلاة. يعني هو صلى كما كان النبي يصلي لكن يصلى رياء. المنافقون كانوا يصلون كما كان النبي يصلي، يصلون مع النبي في الصف الأول في المسجد النبوي الذي هو الصلاة فيه بكام؟ 500,000 صلاة أو 500 صلاة، تمام؟ أو 1,000 صلاة، واضح؟ ومع ذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم ليس عندهم إخلاص. فأنت قد يكون عندك إخلاص لكن ليس عندك متابعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة. كيف تكون خاشعة عاملة ناصبة؟ على ذلك تصلى نارا حامية، لأنها ليس عندها متابعة. هو يعبد لكن ليس عنده متابعة، يعبد الله خطأ، يعبد الله على ضلال، فلذلك هو يصلى نارا حامية. فلذلك هذا الحديث يؤثر لك. حديث ابن مسعود يأمرك بالإخلاص، وهذا الحديث يأمرك بالمتابعة، والأحاديث التي قبله تبين لك أصول دينك. فعليك أن تعلم أولا أصول دينك، ثم تخلص لله، ثم تتابع الرسول فيما أمرك وفي منهج وكيف فعل. قال: خذوا عني مناسككم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صحيح ولا غير صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك: أعفو اللحى وأرخو أحفو الشوارب وأعفو اللحى، وفي رواية: وفروا. في رواية إيش؟ وفروا. لما تنظر لكلمة وفروا عندنا الآن بيان من الشرع أو من الشارع، وعندنا اللغة تقول: اللحية كل ما نبت على الفخذ على الفكين. يعني لو أن الإنسان عنده إيه؟ شعر بسيط هنا مثل هذا يسمى لحية عند أهل اللغة، لكن لا يسمى لحية عندنا في شفة عند أهل الشرع. لماذا؟ لأن النبي قال لك: وفروا. كلمة وفروا يعني إيش؟ جعلها وافرة، جعلها وافرة. ولذلك النبي بيّن بالقول وبيّن بالفعل. لحية النبي كانت إلى أين؟ كانت تملأ ما بين منكبيه، وكان إذا قرأ في صلاة الظهر في الصلاة السرية تضطرب اللحية، اللحية تضطرب من طولها. وكان إذا صلى النافلة على ظهر الدابة لما يركع هكذا لحيته تمس ظهر الرحيل. إذن القول الموافق للفعل. فلما يأتي أحد الآن ويحلق لحيته هكذا يقول لك: هذه لحية، يقول له: لا، أنت خالفت سنة النبي. سنة النبي هي توفير اللحية، أن توفر اللحية. اللحية كسة، اللحية غير كسة، أنت توفرها. وكان من صفات الإمام النووي أنه كان كسة اللحية، وكان قصيرا، لم يكن قصيرا، كان ربعة بين الخوف، لم يكن قصيرا، لم يكن طويلا. فهمنا لما فهمنا؟ إذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رب. أي إنسان يأتي بشيء جديد ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله فهو عليه رد، مردود عليه كائنا من كان، أي إنسان كائنا من كان. لأننا في زمن فتن، وفي هذه الأزمان ظهر أناس وظهر أئمة مضلون، يضلون الناس، يدخلون في دين الله ما ليس منه، ويخرجون من دين الله على حسب أهوائهم ما ليس ما هو منه، فاحذرهم. الله سبحانه وتعالى قال للنبي إيه؟ في سورة المائدة: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني احذرهم أن يفتنوك عن العبادة، عن الدين، عن الصراط المستقيم، سيغيرون ويبدلون. فأنت عليك أن تتعلم أصول دينك، وتحذر من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتحذر من الذين يغيرون ويبدلون في دين الله. فهمت؟ فالحديث ليس معناه أننا إيه؟
نعرف لا نعرف ونعمل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو عليه رد. يعني عليه رد يعني ترده، لا علاقة لك به، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح يا شباب ولا غير واضح؟ النووي بدرت يعني حديث أربعين هذا مرتب من أول حديث إلى حديث خمسة يشير مع بعض. ترتيب. لا أقصد يعني لأنه كنت سابقا يعني حديث خامسة فيه معلق مع حديث السابقة. يعني. أيوة. هذا معلق من حديث أول إلى حديث خامسة فقط أو من أول إلى آخره؟ لا إلى آخره. إلى آخره. لكن يحتاج إلى تدبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. العلم يحتاج إلى قلب نقي، واتقوا الله ويعلمكم الله. فكلما كان الإنسان تقيا نقي القلب طاهر القلب، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في العلم، تجده يفهم أشياء ويعلم أشياء ربما يحتاج إلى سنين لكي يفهمها، الله يفتح عليك في لحظة واحدة، لأن هذا العلم رزق. تمام؟ وكما يقولون يعني هذه القصة منسوبة للشافعي، ولكنها يعني بعض العلماء قالوا أنها غير صحيحة. أمام شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى إيش تعاصي.